أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كان هذا عنوانين لملفي اليوم في النيل مباشر. دعونا نبدأ الآن مع الملف الأول، حيث أشارت الدكتورة هالة زيد وزيرة الصحة إلى تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من 10,518 حالة خلال الفترة من 23 من يونيو حتى 29 من يونيو لتبلغ 8,404 حالات خلال مدة مماثلة من 30 من يونيو الماضي وحتى 6 من يوليو الجاري. واستعرضت الوزيرة خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس أسباب تراجع الإصابات، مشيرة إلى نتائج إحدى الدراسات التي تم إعدادها لتقييم آثار السياسات المتبعة عبر 135 دولة مختلفة على معدل الإصابات، والتي أوضحت أن السياسات التي تمنع التجمعات الوثيقة في مجموعات كبيرة مثل الأحداث العامة والتجمعات الخاصة والمدارس هي الأكثر فعالية في الحد من الإصابات الجديدة. مشاهدينا الكرام، قراءة أكثر والمزيد من المتابعة والتحليل، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور أشرف عقبة، أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. كيف تقرأ معدلات الإصابات بالفيروس في مصر في الفترة الأخيرة؟ الحقيقة أنه مصر سجلت أعداد أقل بكتير في الأسبوع الأخير عن الأسبوع الذي سبقه، ويمكن تقريبا نزلت الأعداد بنسبة حوالي 20%، وده مؤشر الحقيقة ممتاز، لأنه ده معناه أنه في تراجع بدأ يحصل في معدل تفشي السؤال الذي يطرح نفسه إذن دكتور، ما هي أسباب تراجع معدلات الإصابات في رأيك في الأسابيع والأيام الأخيرة في مصر؟ في أسباب لها طبعا علاقة كبيرة بالتزام المواطنين بالأساليب الوقاية، إلى جانب أنه الفعاليات اللي كان ممكن يحصل منها زيادات في الأعداد توقفت تماما، وبالتالي ده بيؤدي إلى نقص في أعداد المصابين، وهو ده اللي سجلته مصر في الفترة الأخيرة. تمام. طيب دكتور أشرف، أيضا يعني هناك بعض الدول التي قامت بتخفيف الإجراءات الاحترازية وقامت بفتح المجال وإعادة الحياة تدريجيا، ولكن ورأينا هذه الدول في آسيا وبعض دول أوروبا، ولكن حصلت زيادات أخرى في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. رغم هذا نجد العكس في مصر، مع بدء وإعادة الحياة رويدا رويدا إلى طبيعتها في مصر وتخفيف الإجراءات الخاصة بالإغلاق للمنشآت الخدمية والمحلات وغيره، رأينا بالتزامن هناك تراجع في معدلات الإصابة بكورونا. كيف تقرأ هذه الجزئية؟ فكرة التعايش هي لازم تعتمد على حدوث التوازن بين مقاومة المرض ومنع انتشاره، إلى جانب الرجوع إلى الحياة الاقتصادية اللي احنا بنبغي فيها. وبالتالي أي دولة فتحت المجال لأي نشاطات اقتصادية بدون مراعاة الالتزام بأساليب الوقاية حصل فيها زيادات في الأعداد. ويمكن حرص المحافظين المصريين في كل المحافظات على عدم حدوث فعاليات أو نشاطات يكون فيها تجمعات كبيرة، أعتقد أنه ده كان ليه أثر كبير في أنه الأعداد التي تم تسجيلها في الأسبوع الأخير هي أقل من المعدلات اللي كانت موجودة قبل كده. ويمكن حتى الإعلام كان بيوضح دايما أنه أي فعاليات بيكون فيها تزاحم أو أعداد كبيرة كان بينوه عليها ويعلم عليها، وبالتالي أصبح هذه الفعاليات تقريبا أقل بكتير، وده اللي ساعد على أنه الأعداد قلت في الفترة الأخيرة. طيب ابقى معنا دكتور أشرف عقبة، سنعود إليك مرة ثانية. وينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. دكتور مجدي أهلا بك.
أعلم حضرتك وبالسادة المشاهدين. بالإضافة للأسباب التي ذكرها الدكتور أشرف عقبة ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول أسباب تراجع معدلات الإصابات في مصر بفيروس كورونا، في رأيك هل أصبح الفيروس ضعيفا خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في مصر ودخول فصل الصيف أكثر في مصر، أدى هذا إلى تراجع أيضا أعداد الإصابات في مصر؟ واحنا لو نظرنا لمعدلات الإصابات الجديدة من 2 يوليو هتلاقي كانت 1185، 3 يوليو 4112، 4 يوليو 1824، 5 يوليو 1218، 6 يوليو 969. واضح ان في ابتدى الانخفاض واضح جدا قدامنا. مفيش حد اتفق على حكايه ارتفاع درجه الحراره والفيروس، ولكن قدامنا الاحصائيات بتقول ان هناك انخفاض. واحد، الحاجه الثانيه ان هناك تراجع في الوفيات. ثلاثه، ان في انخفاض دلوقتي في اعداد الحالات الجديده في المستشفيات، حتى المراجعين في بعض المستشفيات في مصر دلوقتي اللي كانت في العزل اصبحت مستشفيات عاديه، التزاحم قل، معدل الشفاء زاد داخل المستشفيات، ومعدل الشفاء زاد جدا ومرتفع جدا يقارب المئة في المئة في العزل في البيوت. الوفيات طبعا واضح ان ابتدت الحاجه للجهاز التنفس الصناعي او التهويه الميكانيكيه تقل جدا في مصر، وده يبشر ان مصر هتنضم قريبا للدول ان شاء الله، بس لازم الناس كلها تتعاون معانا القضاء على الفيروس. عندما تتحدث دكتور مجدي عن ضرورة تعاون الناس، شكل هذا التعاون أو ما يجب على الناس والمواطن العادي أن يقوم به حتى نضمن استمرار انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في مصر؟ هيقوم بواحد، التزام بالتباعد الاجتماعي، يبقى من متر لحد اللي يقدر مترين في كل تعامل بين الناس، التعامل الجسدي بين الناس هيقل، لازم في ابتعاد بيننا وبين بعض في جميع مجالات الحياه في مصر وفي كل الاوقات. واحد، اثنين، ان احنا لازم كلنا نجيد عمليه غسل الايدي وتبقى دي عاده عندنا طول السنه قبل لمس الانف والفم والعين وعند الاتساخ وعند حتى الشك. ثلاثه، بعد كده لازم يبقى كلنا معانا مطهرات عشان لو ما كان في صابون نغسل ايدينا. بعد كده كمان لازم نهتم بكلمه تعزيز المناعه. بعد كده لازم نهتم بالكمامة، الكمامة هتبقى إجباري على الناس عند الخروج للأماكن اللي فيها ازدحام، الأماكن سيئة التهوية، الأماكن المكتظة، يبقى لازم روتين عندنا ومحدش يطلع بكمامة واحدة، اللي ما عندوش الكمامة الطبية هياخدوا القماش ويبقى برضه معاه اثنين أو ثلاثة، ليه؟ لأنها ممكن تتسخ، ممكن تتبل، ممكن تتقطع، يبقى لازم يكون معايا كمامتين على الأقل أما أتحرك خارج البيوت. كل الحاجات دي مهمة جدا، بس عايزين نأكد برضه على دور في دروس اتعلمناها من هذا الفيروس. الفيروس طلع ان هو بيتحالف مع التب، يبقى من هنا ورايح عايزين الشيش ترجع تاني ولا في بيوتنا ولا في الكافيتريات ولا المقاهي. اثنين، هنحارب كلنا عاده اللي هي التدخين بشكل عام، مش بس حتى في الاماكن المفتوحه، نحاربها في اي مكان يكون فيه اخرين. ثلاثه، بعد كده ان احنا لازم نرجع لانماط الحياه الممتازه اللي كان ليها دور غير مباشر وما خدناش بالنا منه في انخفاض الحالات، الا وهي النوم المبكر، عدم السهر، التوتر بشكل عام. برضو في حاجه مهمه كلنا ناسيينها، ان هي دور 100 مليون صحه، 100 مليون صحه قبل وبعد الكورونا كان ليها دور في الحد من تعداد الاصابات بالامراض المزمنه، اللي هي كانت الساحه اللي كان الفيروس ده بيختارها وبيرتع بالمصابين بيها. من هنا ورايح كل واحد في جمهوريه مصر العربيه عنده مرض مزمن لازم يصلحه، الربو، الحساسيات المزمنه الصدريه، اي يبطل التدخين عشان بيدخل في كل الامراض المزمنه، صعدت الدم، القلب، السكر، كل الامراض دي كلها لو عالجناها مبكرا هيبقى بعيدين احنا عن كلمه فيروس كورونا او غيره في المستقبل. طب ابقى معنا دكتور مجدي بدران، سنعود اليك مره اخرى. ونعود مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى الدكتور أشرف عقبة. دكتور أشرف أهلا بك من جديد. أهلا وسهلا بحضرتك. ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر في الفترة الأخيرة، كيف تقرأ أسباب هذه الارتفاعات في معدلات الشفاء في مصر، وكيف يمكن أن نعمل أو ماذا يجب على الجهات التي تقدم الرعاية الصحية أن تقوم به حتى نحافظ على استمرار معدلات التعافي بشكل كبير كما نلاحظه من خلال البيانات المعلنة من قبل وزارة الصحة؟ في الواقع أنه الفترة الأخيرة زاد وعي المواطنين عن الإصابة بالفيروس،
واصبح كثيرين منهم بيتوجهوا للمستشفيات في مراحل مبكره للاطمئنان على صحتهم، وبالتالي ده بيخلي معدلات الشفاء بتبقى احسن للاكتشاف المبكر وبدايه العلاج منذ الاصابه. الى جانب انه بقى في اكثر حرص من اصحاب الامراض المزمنه وهم الاكثر عرضه الى الحالات الشديده، بالتالي هو ده اللي ساعد على انه حالات الوفيات كمان تقل. وزي ما حضرتك تعرف انه اللجنه العلميه اللي بتقوم ب علاج السادة المواطنين بتعدل من البروتوكولات العلاجية بشكل دائم، وذلك حتى يعني يتم شفاء أعداد كبيرة من المرضى. وأعتقد أن هي دي الأسباب اللي خلت أن معدلات الشفاء تكون أفضل في الفترة الأخيرة. طيب دكتور أشرف، هل نستطيع أن القول الآن أن مصر تجاوزت مرحلة ذروة هذا الوباء أو هذه الجائحة؟ بيقوم الحقيقة مجموعة كبيرة من المتخصصين في الإحصائيات بعمل دراسات لموضوع يعني معدل الانتشار ومنحنى الانتشار في مصر. ويمكن كان معالي وزير التعليم العالي كان عرض دراسات بيتم فيها نوع من التوقعات لموضوع معدل الانتشار ومنحنى الانتشار في مصر. واعتقد ان احنا دلوقتي بتسجيلنا الى اعداد اقل في الاسبوع الاخير، ده بيخلينا نبقى على مستوى يعني معدل انتشار اقل، ويعني يدينا مساحه الى اننا فعلا نتوقع الى انحسار المرض وقله الاعداد في الفتره الاخيره ان شاء الله. طيب دكتور أشرف، بما أن حضرتك أستاذ للمناعة بجامعة عين شمس، لو تعطينا بعض النصائح للفئات العمرية المختلفة حتى نستطيع أن نقوي جهاز المناعة خلال الفترة المقبلة، وحتى نكون قادرين على مواجهة أي فيروسات سواء كورونا أو غيره لو لا قدر الله أصيب شخص ما بهذا الفيروس. للحصول على مناعة سليمة متكافئة فعلا تقدر تقاوم الأمراض، فالمناعة تحتاج إلى حسن التصرف في المقام الأول، يعني تصرفات سليمة، بالتالي ده بيخلي فعلا المناعة بتاعتنا تقدر تقاوم الأمراض. وأعتقد أنه يعني التعرض للشمس والتغذية السليمة وشرب السوائل بكثرة وممارسة الرياضة والبعد عن التدخين والبعد عن المخدرات والكحوليات إلى جانب النوم بشكل كافي والبعد عن الضغوط النفسية، كل دي من العوامل اللي تساعد على تحسين المناعة. إلى جانب أنه الوقاية بأساليب الوقاية المختلفة والتي تم فعلا نشرها على مدى الفترة اللي فاتت من خلال وسائل الإعلام واللي قالتها منظمة الصحة العالمية بالالتزام بوسائل النظافة وغسل الإيدين ولبس الكمامة والتباعد الجسدي، أعتقد هي دي وسائل الوقاية المطلوبة من الجميع. كل الفئات العمرية عليها أنها تلتزم بهذه القواعد، لأن هي دي اللي بتقلل معدلات الانتشار. وعايز أقول أنه حتى كل الأمراض السارية، كل الأمراض المعدية يمكن الوقاية من خلال هذه الإجراءات، وعلينا الحقيقة أن احنا نبقى نلتزم بهذه الإجراءات طول الوقت، مش بس في فترة تفشي المرض مرض كوفيد 19. نعم، طيب ابقى معنا دكتور أشرف عقبة أستاذ البطن والمناعة بجامعة عين شمس، ونعود مرة ثانية مشاهدينا إلى الدكتور مجدي بدران. دكتور مجدي أهلا بك من جديد. اهلا بحضرتكم استاذ المشاهدين. هل بتراجع معدل الاصابات في مصر اصبح كبار السن والاشخاص الذين كانوا اكثر عرضه للاصابه بكورونا اصبحوا في مأمن الان، ام عليهم الاستمرار في الحذر وتوخي الحذر؟ وما هي نصيحتك لاصحاب مرضى الحساسيه، حساسيه الصدر والامراض المزمنه؟ شوف حضرتك، صحيح في تراجع من 19 يوليو حتى يونيو لحد 23 كان في عندنا حوالي 1974، من 30 ل 6 يوليو، من 30 يوليو ل 6 يوليو عندنا 10,000، لا سوري، في الفتره الاولانيه كان عندنا 10,518، الفتره الثانيه من 30 يونيو ل 6 يوليو عندنا 8,404. اكبر يوم عندنا في الاصابات كان 1974 19 يوليو. انا بس عايز اقول الارقام دي ليه؟
حتى لو الارقام انخفضت واصبحت حتى 100 في اليوم، ما نخليش الناس كلها انها تستهتر بالفيروس. كلنا معرضين حتى لو احنا وصلنا لارقام بسيطه لغايه دلوقتي 1 2. طبعا في فئات معرضه هيبقى هنخليهم الامراض المزمنه، وحتى الكوادر الطبيه برضه نخاف عليهم، وكلنا نخاف مش عارفين هيحصل ايه، والفيروس كل شويه ليه تطورات جديده الله اعلم لسه ما قدرناش عليه، يبقى كلنا هنحتاط. الاحتياط بتاعنا نمره واحد اللي عنده المرض المزمن يصلحه. يعني ايه؟ يعني بلاش ترفع السكر بتاعك، بلاش تهمل العلاج، بلاش تهمل متابعتك للطبيب او الوحده المكان اللي بتعالج فيه المستشفيات ما شاء الله عندنا، يبقى لازم المتابعه الطبيه مع مرض مزمن. مرض مزمن معناه متابعه. نمره اثنين لازم اعرف كلمه مرض مزمن معناه بيبقى عندنا حاجتين، عندنا حاجه اسمها الاكسده زايده في جسمي وشوارد الحره زايده، يبقى لازم اظبط كلمه الاكسده وامنع الاجهاد التاكسدي، يبقى لازم تاخد الفاكهه والخضروات ودي افضل مرطات الاكسده الطبيعيه. ثلاثه بعد كده لازم اعرف ان في حاجه اسمها الالتهابات المزمنه، كل الامراض المزمنه فيها التهابات مزمنه، وطلع ان التوتر والتدخين وقله النوم دول بيزودوا الالتهابات المزمنه في جسمي، وبشكل عام لازم اراعي الحته دي. بعد كده مرضى الحساسيه، مرضى الحساسيه هو انتوا لسه مرضى الحساسيه ما عرفتش عندك حساسيه لماده ايه او سبب ايه، يبقى لازم العلاج الحديث اللي ابتدينا نشتغل فيه حوالي 30 سنه في مصر دلوقتي ان احنا ما بقيناش نعالج الاعراض، ده الكلام القديم، لازم نوصل لمنظومه الشفاء واعرف المسبب اللي بيعمل الحساسيه ايه، او بعرف السبب مهم جدا، انا بمنع فلان من تناول طعام ما او لبس قطن مثلا او ان هو يحتك بمادة ما، أما بمنع المسبب ده يبقى ده أول خطوة للدخول في منظومة الشفاء. بعد كده في علاجات الحساسية خصوصا الحساسية الصدرية، ودول مهمين جدا عندنا لأن في موسم الإنفلونزا جاي، ومش هنتظر لما تيجي الإنفلونزا وتعصب في ناس بتموتهم، بتموت كل سنة 500,000. يبقى من هنا ورايح أول ما تطعيم الإنفلونزا ينزل هناخده، واحد اثنين حتى لو ما ادانيش تطعيم ده كفاية أو حماية 100% مش مشكلة، اثنين إن أنا لازم أعرف ان في علاقه بين مخاطر الانفلونزا وبعض الاشياء من ضمنها السمنه، يبقى انزل وزن بسرعه ما ادخلش في دوامه السمنه والبدانه. بعد كده لازم امارس الحركه بانتظام وابعد عن الرياضه العنيفه. بعد كده ابعد عن كلمه التدخين لان ده مشكله كبيره جدا مع كل الفيروسات التنفسيه ومع الحسيات بشكل عام. وبعد كده لازم ابعد عن الحيوانات الاليفه الموجوده في بيوتنا، قطه وكلب شوف عصفوره والحاجات دي كلها لان فعلا ليها دور. وبعد كده ابعد عن الملوثات المنزليه، والملوثات المنزليه غريبه جدا لان اتضح ان احنا لقينا ان في علاقه بين دخول بالاحذيه وبعض سموم البكتيريا اللي بتزود الحساسيه، في علاقه بين اللي مش بس الحيوانات المنزليه، في علاقه كمان بين اللي بيشتغل في اماكن ويكون مثلا حتى لو طبيب بيطري او حتى بيشتغل في مزرعه وجاي وعليه بقايا ريش طيور مثلا ريش دجاج وهكذا او فيه داخل البيت، في علاقه ايضا بين مهنه الاب او الام اللي بيشتغل في محل كوافير النجار وجاي بملوثات كثيره على ملابسه وهيحضن اولاده او ينام على السرير، في علاقه بين كمان العطور اللي بيحطوها في البيوت والمعطرات اللي كلها بتزود نسبه الحساسيه او بتهيج حتى الاجسام المخاطيه التنفسيه عند الناس. بسيطه جدا دلوقتي اصبحت الحساسيه قابله للشفاء والحياه ولم تعد معوقا للتمتع بالحياه، ومن هنا ورايح اصبحنا عندنا منظومه مهمه جدا ان احنا لازم اعرف ايه سبب المرض اللي عندي وايه طرق الوقايه وايه طرق العلاج واتعامل ازاي مع مستجداته، ومكتوبه خطه مكتوبه لكل مريض عنده حساسيه هيعمل ايه اما يجيله الاعراض، هيعمل ايه اما يجيله الازمات، هيتحرك ازاي، التليفونات ايه اللي هيتصل بيها، ما ينتظرش للصبح اما يجيله ازمه. نعم. تكون قاتلة. شكرا لك دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ونعود أخيرا مشاهدينا إلى الدكتور أشرف عقبة أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف، ما هي نصيحتك الأخيرة للمجتمع ككل حتى لا نصاب بانتكاسة كما أصيبت بعض الدول الأخرى بانتكاسة وعادت معدلات الإصابات بفيروس كورونا في الارتفاع من جديد؟ الوقاية خير من العلاج. حضرتك احنا حاليا حتى هذه اللحظة لا يوجد علاج ناجح ولا لقاح لعلاج فيروس كورونا والمرض المتسبب في كوفيد 19، وبالتالي علينا ان احنا نلتزم بكل اساليب الوقاية
إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخاصة في الأماكن اللي بيكون فيها زحامات. لازم الفحص الحراري لدخول للحرارة قبل دخول أي شخص إلى المنشآت العامة، إلى جانب أنه لبس الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي. هذه الإجراءات فعلا أثبتت أنها بتؤدي إلى نقص الأعداد، وده اللي حصل في الدول التي نجحت فعلا في انحسار المرض وقلة الأعداد فيها. نتمنى إن شاء الله أن كل المصريين يلتزموا بالإجراءات الاحترازية، إلى جانب أن تكون أساليب الوقاية هي طباع مصرية يعني يلتزم بها كل المصريين، حتى يتوقوا كل الأمراض المعدية والأمراض السارية. إن شاء الله يا رب. شكرا لك دكتور أشرف عقبة، أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس، كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الملف الثاني بعد هذا الفاصل. أهلا بكم إلى الملف الثاني في النيل مباشر اليوم، حيث شدد وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرنس على أن مصر لن تتسامح مع عمليات نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا. وقال وزير الخارجية سامح شكري إن مصر متمسكة بضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من وصول الوضع في ليبيا إلى درجة غير مسبوقة في ظل ازدياد التدخل الخارجي. ودعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة وقف التصعيد في ليبيا. أما المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري فأكد أنه لا سلام في ليبيا في ظل وجود الإرهابيين داخل الأراضي الليبية. وضع حد للتدخلات الأجنبية واللجوء لحل سياسي يضمن اتفاقا لوقف إطلاق النار في ليبيا. هكذا أجمع المشاركون في جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، والذين نددوا بالتدخلات التركية ونقل المرتزقة وحملوها تدهور الأوضاع بشكل غير مسبوق. مصر ومن خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري شددت على عدم التسامح مع عمليات نقل المقاتلين من سوريا إلى ليبيا، مع تمسكها بالحل السياسي للأزمة في ليبيا. من جانبه دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى ضرورة وقف التصعيد في ليبيا واستئناف الحوار الوطني. بدورها لوحت ألمانيا بفرض عقوبات على أي دولة تخالف قرار حظر تصدير السلاح، مؤكدة على أن التدخل الخارجي لا يزال السبب الرئيسي لتفاقم الصراع في ليبيا. أما روسيا فجددت دعمها لإعلان القاهرة الصادر في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن الاتحاد الإفريقي يمكن أن يلعب دوراً كبيراً في تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا. من جهتها أكدت فرنسا أن البحرية التركية تنقل السلاح إلى طرابلس في انتهاك صارخ لمقررات مؤتمر برلين وقرارات مجلس الأمن، مشيرة إلى أن ليبيا بدأت تتحول إلى سوريا جديدة. في غضون ذلك، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إنه لا سلام على الأراضي الليبية مع وجود مستعمر أو إرهابي متوقعا هجوما تركيا في أي وقت. تشهد ليبيا على مدار العشر سنوات الماضية حالة عميقة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، لتدخل في دوامة هيمنة الميليشيات الإرهابية المسلحة والتي ترسلها تركيا طمعا في ثرواتها وثروات المنطقة. مشاهدينا الكرام، وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أستاذ عبد الستار أهلا بك. يا مرحبا وسهلا. كيف تقرأ هذه المناورات التركية المزمعة على سواحل ليبيا خلال الفترة القادمة، خصوصا بعد أيام من زيارة وزير الدفاع التركي إلى ليبيا ولقائه مع ما يسمى بحكومة السراج؟ ويبدو أن نظام أردوغان التركي لم يعد أمامه إلا خيارين، إما أن يستمر في استفزاز السلطة الشرعية المنتخبة في ليبيا وأصدقاء هذه السلطة ودول الجوار، أو أن ينسحب مهزوما ذليلا. وأعتقد أنه حتى الآن ما زال يسير وراء سراب الخيار الأول، وهو التواجد في ليبيا والمناورة مع ضد الدول الأوروبية والدول المعنية بالاستقرار في ليبيا، وبين قوسين النصب والاحتيال على هذه الدول، واستغلال الوقت
بإرسال مزيد من المعدات ومزيد من المقاتلين والإرهابيين إلى الأراضي الليبية والإيعاز لهذه القوات بالتحرش بالقوات الجيش الوطني الليبي في سرت وجوكرا وغيرها، بالإضافة إلى نوع من التحرش أيضا بالدول الوطنية المجاورة للدولة الليبية. تمام، طيب ابقى معنا أستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، سنعود إليك مرة ثانية. وينضم إلينا مشاهدينا الكرام الآن عبر الهاتف أيضا من القاهرة سعادة السفير محمد عبد الحكم سفير مصر السابق في ليبيا. سعادة السفير أهلا بك. أهلا بك يا فندم. سعادة السفير، أولا يعني على ضوء ما تابعناه في جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأزمة الليبية يوم أمس ودعوات من كل الدول لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا، نجد أن تركيا خلال الأيام القليلة تزمع على إجراء مناورات بحرية ضخمة في ثلاث مناطق وثلاث مناورات ضخمة، في رأيك ما الذي تريد تركيا أن تقوم بإيصاله إلى العالم من جراء هذه المناورات المزمعة؟ يعني خليني بداية إن أنا أشير إلى أن المجتمع الدولي النهاردة أصبح يعني على يقين تام من أن تركيا بتعمل وبتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال التدخل التركي السافر في ليبيا وانتهاك السيادة الليبية من جهة، ومن جهة تانية من خلال نقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا. يعني ما أعلنته تركيا من اعتزامها إجراء مناورات بالقرب من السواحل الليبية خلال الفترة القادمة هو نوع من البلطجة الدولية التي تريد تركيا أن تمارسها، ولكن نوع من البلطجة الدولية من أجل إثبات تطلعها إلى الهيمنة والتوسع في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وإحنا شايفين البلطجة التركية دي مستمرة في شمال العراق، موجودة في شمال سوريا، موجودة في ليبيا، موجودة في المياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، موجود في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليونان. ما أعلنته تركيا من إجراء مناورات في الفترة القادمة المناورات البحرية ده نوع من البلطجة ومحاولة من تركيا للتأثير على مسار العملية السياسية الخاصة بالتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية. وهنا لابد أن احنا نشير إلى أن خلال جلسة مجلس الأمن أمس أكد سكرتير عام الأمم المتحدة على ضرورة رحيل المرتزقة اللي احضرتهم تركيا إلى ليبيا، ضرورة رحيلهم من ليبيا، ضرورة وقف انتهاك حظر السلاح التي مستمرة في تركيا حتى الآن. وإحنا لاحظنا حتى أمس ما زالت السفن والطائرات التركية تقوم بنقل المرتزقة ونقل السلاح إلى المنظمات والميليشيات الإرهابية في غرب ليبيا. وسكرتير عام الأمم المتحدة أكد على ضرورة وضع حد للتدخلات التركية في ليبيا. المجتمع الدولي النهاردة مطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم وحازم في مواجهة تركيا التي بتدعم الإرهاب. طيب هل سعادة السفير على ضوء خبراتك هل تعتقد أن هناك لدى المجتمع الدولي رغبة حقيقية وجدية وحسن نوايا في أنه سيقف في وجه هذه التدخلات الخارجية من جانب تركيا؟ يعني احنا لو تابعنا جلسة مجلس الأمن أمس وزير خارجية ألمانيا أوضح أنه لابد من فرض العقوبات على تركيا من أجل وقف استمرار تدفق المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا من جانب، ومن جانب تاني من أجل وقف انتهاك حظر السلاح اللي فرضته الأمم المتحدة في قرارها 1970 لسنة 2011. لكن احنا النهاردة المجتمع الدولي مطالب بوقفة حازمة وحاسمة في مواجهة تركيا من أجل أن يتم وضع حد لانتهاكات تركيا لسيادة ليبيا ومنع ليبيا ومنع تركيا من تزويد غرب ليبيا بالمرتزقة والإرهابيين. النهاردة تركيا بتهدف من وراء كل هذه المحاولات إلى أولا زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ثانيا نهب ثروات الشعب الليبي من النفط والغاز.
ابقى معنا سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، سنعود إليك مرة أخرى ونعود من جديد إلى الأستاذ عبد الستار حتيتة الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي. أهلا بك أستاذ عبد الستار من جديد. يا مرحبا. بالإضافة إلى الدور الذي عولتم عليه وعول عليه سعادة السفير محمد عبد الحكم من ضرورة تدخل وأن يكون هناك موقف حازم من المجتمع الدولي تجاه هذه التدخلات التركية، هناك الدور الداخلي، ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به القبائل الليبية وضرورة توحدها في مواجهة هذا الغزو وهذه المحاولات التركية لنهب خيرات وثروات ليبيا على المدى المتوسط والطويل؟ طبعا دور القبائل مهم للغاية في ليبيا، وأنا أعتقد أنه خلال الفترة القليلة الماضية ومنذ إعلان سيدي براني الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشدد فيه على أن الأمن القومي الليبي من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، بدأت هذه القبائل في حث أبنائها على الالتحاق بالجيش الوطني الليبي وعلى الاستعداد للتصدي لهذا الغزو وهذا العدوان الأجنبي. وأنا أعتقد أن هذه الاستجابة حتى الآن هي استجابة كبيرة للغاية، وهناك ثقة في الحقيقة لدى القبائل ولدى أبناء القبائل والعسكريين لدحر العدوان ومواجهته سواء في سرت أو الزفرة أو الجنوب، استعدادا للتخلص من هذا الكابوس سواء الغزو التركي أو المرتزقة الذين أرسلهم أو الميليشيات المسلحة والإرهابيين. أنا أعتقد أن الوضع في ليبيا بعد إعلان القاهرة يوم 6/6 وبعد مؤتمر سيدي براني بعده بحوالي أسبوع أصبح الوضع مختلف تماما في ليبيا. هناك تعويل كبير على الدور المصري، هناك ترحيب كبير بالورقة والبنود التي جاءت في إعلان القاهرة، هناك نوع من التقدير للدور المصري النزيه والمحايد والذي يطمح في حقن دماء الليبيين ومنع الغزاة الأجانب من الدخول إلى ليبيا. أنا أعتقد أن الرأي العام في ليبيا أصبح لديه زخم كبير للعودة إلى اللحمة الوطنية والالتفاف حول السلطة الشرعية المنتخبة والتحضير لدحر العدوان التركي وذيوله وأذنابه في الداخل الليبي. طيب أستاذ عبد الستار، في ضوء تجديد الجيش الوطني الليبي بالأمس على لسان المتحدث باسمه الدعوة للقبائل للوقوف صفا واحدا في مواجهة غزو الأتراك، إلى أي مدى يستشعر ربما المراقبون للأمر في ليبيا أن هناك خلافات بين القبائل أو أنه من الصعوبة بمكان أن تتوحد كل القبائل أو على الأقل القبائل الكبيرة والفاعلة في ليبيا على قلب رجل واحد في مواجهة هذا الغزو التركي والتدخل التركي والتواجد التركي في ليبيا؟ أنا أعتقد أن الغالبية العظمى إن لم يكن كل القبائل الليبية، الغالبية العظمى على الأقل هي ضد العدوان التركي وضد الغزو التركي، ونحن نتذكر أنه بعد تقييع الاتفاقيات الأمنية والبحرية للنظام التركي ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج في نوفمبر 19 بدأت الإعلانات تصدر من القبائل تباعا برفض مثل هذا هذه العلاقة ما بين النظام التركي والنظام السراج في طرابلس. القبائل بدأت منذ ذلك الوقت في التحرك، لكنه كان تحركا يعني ضعيفا لا يرقى إلى مستوى الحدث. باستمرار الأيام اكتشفت القبائل أن المجتمع الدولي، معظم المجتمع الدولي، تركها وحيدة وبدأ يتحدث عن مبادرات وإعلانات ولا يحرك ساكنا. يعني معظم الدول الأوروبية ومعظم المجتمع الدولي يتحدث عن غزو تركي لليبيا، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراءات لمنع نقل الأسلحة والإرهابيين وغيره. لهذا بدأت القبائل في التحرك. أنا أعتقد أن هناك مثلما توجد قبائل في الشرق تعلن بشكل واضح أنها ضد الغزو التركي، هناك أيضا قبائل في الجنوب وقبائل في غرب ليبيا، في شمال غرب ليبيا، في نفس المناطق التي يعمل فيها الغزو التركي، هذه القبائل وقياداتها وأبنائها ضد هذا الغزو، وهي تعمل في الوقت الحالي للملمة الشمل والرد على هذا العدوان وعلى هذا الغزو الليبي. موقف القبائل أعتقد أنه أصبح أقوى من السابق، وأعتقد أنه يعني
يستعد بشكل قوي لدحر الغزو التركي لليبيا. طيب ابقى معنا أستاذ عبد الستار حتيتا الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، وننتقل الآن مرة أخرى مشاهدينا الكرام إلى سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير أهلا بك من جديد. أهلا بك فندم. دائما ما كان يتحدث الاتحاد الإفريقي والأفارقة عن ضرورة حل الأزمات الإفريقية إفريقيا وعدم تدويلها وخروجها إلى الخارج، وأن يقوم الأفارقة بحل مشاكلهم بأنفسهم، وهذا كان حتى في قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة. إلى أي مدى ترى أن هناك دور أو غياب للأفارقة والاتحاد الإفريقي في التأثير على مجريات الأمور في ليبيا ومنع التدخل الخارجي التركي في ليبيا، خصوصا أن هناك تناميا في السنوات الأخيرة للعلاقات التجارية بين تركيا ودول إفريقية، وهناك مصالح كبيرة لتركيا في عدد من الدول الإفريقية، ومن الممكن أن تشكل عامل ضغط على تركيا لمنعها من التدخل الخاص بتركيا في ليبيا؟ يعني كلنا نتطلع إلى أن يعني يكون هناك دور للاتحاد الإفريقي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، ولكن في الحقيقة أن تركيا لا تسمح لأي منظمة دولية في أن تتقدم خطوة إلى الأمام من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية. ومن هنا أن احنا بنلاحظ أن تركيا بتتحدى إرادة المجتمع الدولي وبتتحدى إرادة الشعب الليبي. تركيا بتهدف إلى من وراء ممارسة البلطجة والعربدة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في المقام الأول إلى نهب ثروات الشعب الليبي من النفط والغاز، ثانيا صرف أنظار الشعب التركي والمجتمع الدولي عن المشاكل السياسية والاقتصادية المزمنة اللي بتعاني منها تركيا. تركيا مستمرة في تحدي إرادة المجتمع الدولي وأفشلت كل محاولات والجهود الرامية إلى الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية خلال الفترة الماضية. وعشان كده أنا شايف أن تركيا مش هتقدر أن تسمح لأي للاتحاد الإفريقي أن يقوم بدور بناء في هذا الشأن. ولكن أنا شايف أني لابد من قيام الأمم المتحدة وممارسة الضغوط على تركيا من جهة، وقيام الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات على تركيا من جهة تانية لاستمرارها في انتهاك السيادة التركية، لاستمرارها في نقل المرتزقة والعناصر الإرهابية إلى ليبيا، لاستمرارها في انتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية من خلال تدخلها الساتر وغير الشرعي في الشأن الليبي. النهاردة يعني الجيش الوطني الليبي أعلن أنه سيلتزم بوقف إطلاق النار، ولكن بشروط. إذا التزم الطرف الآخر، وهنا اللي هي حكومة الوفاق اللي هي أصبحت دمية أو أداة طيعة في يد تركيا، إذا التزمت بوقف إطلاق النار، من ناحية تانية امتنعت تركيا عن نقل الإرهابيين إلى ليبيا، الشرط الثالث أن يتم إخراج الأتراك من ليبيا. ولكن هنا تركيا بتحاول ان يعني تحاول ان تخلق لها قدم في ليبيا من اجل السطو على مقدرات وثروات الشعب الليبي من النفط والغاز، نفس السيناريو اللي بتقوم به تركيا في المياه القبرصيه وفي المياه اليونانيه. شكرا لك. نعم وصلت الفكره. شكرا لك سعاده السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجيه الاسبق، وعذرا لضيق الوقت سريعا اعود الى الاستاذ عبد الستار حتيتا. استاذ عبد الستار اهلا بك من جديد. سريعا، هل بهذه المحاولات التركيه وبالمناورات المزمعه وبعد زياره قام بها وزير الدفاع التركي الى ليبيا، هل ستنجح أو ستكون قادرة تركيا على الدخول إلى سرت والسيطرة عليها بما فيها من خيرات وثروات؟ لا أعتقد ذلك. الوضع لا ليس كالسابق، هناك قوة أصبح عليها الجيش الوطني الليبي أكثر من السابق، هناك عزيمة، هناك يعني قدرات جديدة في رأيي لا تعطي للأتراك أفضلية السيطرة على السرت أو الهلال النفطي. أنا أعتقد أن تركيا يمكن أن تكتفي بمناوشات مثل توجيه بعض الضربات أو
التحرش بالقوات على الأرض في بعض الأماكن سواء في جفرة أو في سرت أو في جنوب، يعني هذا محتمل. سوريا تركيا دولة فوضوية وقامت بنشر الفوضى في شمال سوريا وتسعى لنشر الفوضى في شمال غرب ليبيا. شكرا لك سيد عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه الفترة، والشكر موصول أيضا إلى سعادة السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه التغطية عبر النيل مباشر في الغد، تغطية جديدة وفترة جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.